أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نخمل هذا المشوية تاع التمر في أكياس باش نحطه في المجمد، باش مثلا الوقت اللي واحد يعود صايم ولا يسخف ولا يجبد كيس ولا، وتقدري تديري في علب. أنا باش ما يحكمليش البلاصة المكان يعني قلت نديره في أكياس. هذا التمر بعثته لي أم زوجي، ربي يطول في عمرها كثر خيرها. هذا يقولوا له منقر، هذا راه عنده واحد البنة هايلة. هذا أول ما يطيب التمر الغرس يطيب هذا المنقر ويعود نص غرس ونص بلح. هذا حنايا في الصحراء نحبوه بزاف بزاف. هذا هو الفيل تاع التمر كيطيح. بعثت لي ثاني الدقلة، هم كلاوها كامل الأولاد، هذا ما خلاو لي. وبعثت لي الغرس، هذا الغرس يعني بعد ننقيه ونرحيه، بعد أني نوريكم إن شاء الله باش نديرو به البراج ونديرو به المقروض ونديرو به الرفيس. هاو الغرس هذا ننقوه، نحولو القلوب ونرحوه ونديرو في ثاني في علب ولا في أكياس، نستعملوه المقروض، نستعملوه البراج الرفيس. هذا ان شاء الله هاني بعد ننقيه ومن بعد نرحيه ومن بعد نوريه لكم. نرحيه وندير له القرفه وندير له الطيب القرنفل، ندير له القرفه والقرنفل باش يعود جاهز نهار اللي نعود حابه نطيب به غير نجبد. دوكا نفرقو لهنا، نفرقو ونشوف كاش ما كاينه حبه هكا مش مليحه ولا ذاك، ومن بعد نخملو في الاكياس. ها اللي ضاق هذا المنقر او يعرف البنة تاعو، احسن تمر عندي، احسن تمر. انا نحب هذا المنقر، كي شافتني نشتيه بعثت لي كثر خيرها. دوكا نفرغو ونديرو في ساشيات. هاني درت الدقلة، درت لهنا ساشي، هاهي درت سبعة حبات، كل ساشي درتها سبعة حبات. ودوكا نحطها كيما هاك، نحطها في اللاف في هذه العلبة، ها نحطها كيما هاك ستفهم. ها هون ندير لهم هاك، نستعملهم هك هك. هكذا هذم الأكياس، هذم زين ندير فيهم، هذم كل كيس ندير سبع حبات هكذا، حبة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. بسم الله هاني دوكا كملتهم، هذه دقلة وهذا غرس انا درته في العلبه باش كي الوقت اللي واحد يصوم ولا يسخف هي الساشي برك، هي الساشي ما لقاش التمر لاصق في بعضها، هي الساشي وياكلها سبع حبات مليح اللي يفطر بيهم مع شويه البن ولا حليب، كاس البن ولا حليب ما شاء الله. وسمحوا لي ربما كاش واحد سخفت ولا يسمح لي، وكان تحبوا تفضلوا تجوا ان شاء الله نعطيكم تاكلوا معايا التمر واللبن ان شاء الله. هذا نحطه دوكا في المجمد، هاناك نكمل ندير له كيما هاك ونديره في المجمد، نحطه في المجمد هاو يجمد والتمر يبس يعني بيقلص. ومن بعد كي نجبد الساشي نحطه شويه تولي كانه تمر جديد، هذاك من ناحيتي من نخله يعود يبقى مستحفظ بالريحه نتاعو والطعم نتاعو.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.